السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع الصيف، نروح نشوف المشروع تاع تصنيع وتركيب حوامات طائرات الهليكوبتر أو المروحيات، اللي المصنع هذا اللي يقع ببلدية عين رمنات بالقرب من مدينة الصيف، ولا بالقرب من مطار الصيف. وهذا المصنع هذا راه قيد الإنشاء كما نشوف في الصور هنا، وهو بشراكة جزائرية إيطالية لتصنيع طائرة هليكوبتر أوغيستا اللي معروفة، واللي سوف هذا النوع من الطائرات الهليكوبتر سوف تساعد كثير في ميادين كثيرة اللي نحتاج إليها، يعني بخصوص خاصة في ميدان الحماية المدنية يعني بصفة عامة، وكذلك في مكافحة الحرائق الغابات والوقاية من الحرائق، وكذلك في الحماية من حوادث المرور، استعمال الحوامات في نقل الجرحى من أماكن حوادث المرور، وكذلك نحتاجها كثير كذلك في مراقبة الحدود، مراقبة التهريب، وفي مجالات شتى. هذه الحوامات يعني مشروع رائد ولازم إن شاء الله يكتمل، وهذا المشروع هذا يدخل في إطار اتفاقيات ما يسمى بميناء 5+5، وهي منظمة تضم 5 دول من أوروبا، جنوب أوروبا، و5 دول من شمال إفريقيا، في إطار مبادرة للسلم في البحر المتوسط يعني التعاون العسكري. وللعلم أنه الشركة التي تنجز هذا المركب الصناعي هي شركة باتيميتال الجزائرية. إذن هذه هي شركة باتيميتال العملاقة التي نفتخر بها، والتي تقوم بمشاريع رائدة في ميدان الصناعات الهياكل المعدنية. إذن وإن شاء الله المشروع هذا ينتهي، لأنه المشروع هذا بدأ في 2014، ورانا 5 سنوات من اللي بدأ المشروع هذا بعد ما تم الاتفاق، يعني الخطوات الأولى، وإن شاء الله الآن يلقى يعني النهاية نتاع البناء تاع المصنع هذا، والانطلاق في عملية تركيب تاع الحوامات. وكذلك هناك شق مهم جدا، وهو قضية تكوين الإطارات والتقنيين في هذا الميدان. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.